انضم مركز بوحليفة الصحي هذا الصباح إلى سلسلة مراكز الرعاية الصحية الأولية في منطقة الأحمدية الصحية للاحتفال بيوم سكر العالمي. هذه الاحتفالية تأتي اقتناعاً بأهمية تسليط الضوء على هذا المرض الذي يعتبر من أكثر الأمراض انتشاراً في الكويت وواحد أبرز الأمراض المزمنة غير المعدية في المنطقة. نحتاج حقيقة أنه ننشر المعرفة، نرتقي بالتواصل والتدسير. في هذا المعرض اليوم فرصة لمزيد من التعرف على المرض سواء من خلال التواصل المقروء أو المطبوع أو المسموع أو حتى الرقمي في ظل الحملة اللي قام فيها المركز. من جانب آخر احنا نريد حقيقة أن نترك مجال للفحص، الفحص العشوائي، لأن احنا نكاد نكون الآن كل رابع شخص أو كل عائلة فيها أحد أفرادها يا أما مصاب بالسكر أو على وشك أنه يصاب بالسكر. هناك مساحة كبيرة للعمل لحماية الجمهور الكريم من الوقوع في مصيدة السكر سواء من خلال تجنب السمنة، اختيار الغذاء، الحركة، الابتعاد عن الخمول، الفحوصات الدورية، وخاصة شرائح الاختطار اللي في العائلة هناك مصابين بالسكر. طبعا عندما نتكلم عن السكر احنا نتكلم عن مرض صامت. هذا المرض إذا أهملناه ممكن أن يضرب العين، ممكن يضرب الكلى، ممكن يضرب القلب، ممكن يضرب حتى القدم السكرية اللي تؤدي إلى عواقب ممكن تجنبها. في هذا الموضوع حقيقة احنا ودنا كذلك أن ننوه بالخدمات المتوفرة في المراكز الصحية من خلال عيادات السكر وأهمية التعاون معها. دائما نرى أن مثلا الصيدلية تبرز الأدوية لتسهيل على المرضى التعرف على أدويتهم، هناك تواصل مع المرضى لحضور العيادات والفحوصات الدورية سواء فحص قاع العين أو القدم السكرية أو حتى مستوى دهون الدم، الدهون في الدم. احنا فخورين حقيقة بما نرى هذا اليوم، ولا شك أن تمثيل المحافظة والمختارية والقطاعات المشاركة سواء من داخل المركز أو من مستشفى العدان أو حتى بالقطاع الخاص، هذا يوحي بالتكاتف والتضافر اللي حنا نسعى له حقيقة لنصنع فرقا. لأن اليوم ما نتكلم فقط عن العمر المأمول للكويتي حيث هو الأطول عمرا في المنطقة أو بين الدول العربية، حيث المرأة تعيش كمعدل 80 سنة والرجل 79، ولكن أيضا نتكلم عن جودة الحياة. لذلك احنا حريصين حقيقة على أنه نخلق كل فرصة لنستفيد من ارتفاع مستوى التعليم وقلة الأمية ليتابع الشخص ويتحمل مسؤوليته في الصحة. كل ما تقدم من الخدمات هو أقل مما يمكن استثماره في الصحة، لأن تنمية الأوطان دائما المدخل إليها صحة الإنسان. اليوم في مركز بوحليفة الصحي تقام فعالية يوم السكر العالمي، وفي هذا اليوم نحب نوجه رسالة لجميع سكان المنطقة والمراجعين والزوار بأهمية التوعية والوقاية ضد مرض السكري، وذلك عن طريق تغيير نمط الحياة وهو أهم طريقة للوقاية من هذا المرض، عن طريق الحفاظ على الوزن الطبيعي وذلك بالحفاظ على طريقة التغذية السليمة والممارسة الرياضة بانتظام، وكذلك نحب ننوه على ضرورة الحفاظ على الصحة النفسية، التوترات والقلق والغضب هذه كلها تؤدي إلى الأمراض العضوية أيضا، وكذلك ننوه إلى ضرورة علاج عوامل الخطورة الأخرى مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وكذلك ارتفاع الضغط. وفي هذه الفعالية تقام الكثير من الأنشطة، نتمنى أن الجميع يستفيد منها لتوعية ضد هذا المرض. نتكلم عن مرض مهم وهو مرض السكر، أحد الأمراض المزمنة اللي موجودة بالكويت والتي قد تصل نسبتها من 16 وأكثر بالمئة من سكان الكويت. احنا ننصح الناس اللي عندهم عوامل خطورة مثل التاريخ العائلي لمرض السكر، احد عنده حمل السكر، السمنة، ارتفاع ضغط الدم، التدخين، الشغلات هذه يعني يفضل الاسراع الى طبيب العائلة او طبيب المركز الصحي وطبيب السكر لإجراء الفحوصات المناسبة للكشف عن السكر فقط. عندنا بعض الاعراض التي الناس ما تدري عنها انها قد تكون
مؤشر لمرض السكر مثل كثرة التبول وكثرة العطش والجوع، فقدان الوزن أيضا هذه من الأعراض. بالنسبة حق أهم النصائح لمرضى السكري، الفحص المتكرر في البيت، المشي نص ساعة إلى 45 دقيقة باليوم، الابتعاد عن السكريات والدسم والأكثر من الخضروات والألياف والبروتين، شرب 8 جلاسات ماء باليوم ما يعادل لترين، وبهذه يسمونها القواعد الذهبية، والله يبعد عنكم كل مكروه. بمناسبة يوم السكر العالمي أقدم نصيحة للأخوات مرضى السكر أن يتم تناول أدوية السكر حسب إرشادات الصيدلي وأيضا باستشارة الطبيب المعالج، وحفظ أدويتهم في أماكنها المخصصة حتى تبتعد عن تلف هذه الأدوية، وكذلك استخدامها يكون في أوقاتها المناسبة سواء قبل الأكل أو بعد الأكل حسب إرشادات الصيدلي، وتناول الأطعمة القليلة السعرات الحرارية وأيضا قليلة السكريات والدهون لصحة جيدة للمرضى، ونتمنى لهم السلامة والعافية.